نالت مملكة البحرين بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى وبقيادة ومتابعة سمو ولي العهد رئيس الوزراء للجهود الوطنية المبذولة لكبح تفشي الجائحة العالمية، نالت إشادات دولية وأممية واسعة النطاق لتشكل بذلك نموذجا عالميا في مكافحة جائحة كورونا. وإنها لفرصة طيبة نجدد فيها مشاعر الفخر بالمستوى المشرف الذي رافق مراحل العمل في مكافحة الجائحة وقاد عملياتها الشاملة ابننا العزيز وولي عهدنا الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، فكان محل النفس في حمل هذه المسؤولية الجسيمة وكما أمرنا ووجهنا. جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء منذ أن أذيع نبأ تفشي فيروس كورونا كوفيد-19 في أرجاء العالم، تحدث عنها العالم قبل أهل البحرين وأشادت بها جميع المحافل الدولية. وبفضل قيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء للفريق الوطني للتصدي للجائحة ونظرته الثاقبة وتوجيهاته الاستباقية، باتت البحرين مثالاً يحتذى به في إدارة وتخطيط الأزمات الصحية، وها هي المملكة اليوم تحتل مكانة مرموقة على الخريطة العالمية في نسب الشفاء والفحوصات الطبية، وذلك جراء الحزمة الواسعة من القرارات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المدروسة التي أطلقها سموه، والتي ساهمت إلى حد كبير في تحجيم وتقليل الأضرار السلبية الناتجة جراء هذا الفيروس. قاد سمو ولي العهد رئيس الوزراء الجهود الوطنية في المجال الصحي بخطوات مدروسة لتحقيق السلامة الصحية والاجتماعية والاقتصادية، والبداية كانت مع تكوين الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا الذي ضم جميع الخبرات والتخصصات من مختلف وزارات ومؤسسات المملكة، والذي باشر بوضع الخطط الاحترازية قبل اكتشاف أول حالة قائمة بالفيروس، من ثم فتح باب التطوع لرفد الجهود الوطنية في مختلف المجالات، من بعدها إطلاق التطبيق الذكي مجتمع واعي وتسخير التكنولوجيا ووسائل الاتصال وقنوات التواصل الاجتماعي لتطبيق الإجراءات الوقائية ونشر الوعي، ناهيك عن فتح باب التطوع للتجارب السريرية للقاح كوفيد-19 الذي كان سموه في مقدمة المتطوعين الذين لبوا نداء الوطن. ولم ينسى سمو ولي العهد رئيس الوزراء كوادر الجيش الأبيض الذين لم يبخلوا على أبناء البحرين في عطائهم وحرصهم على سلامتهم، فتنفيذا لتوجيهات سموه تم إيجاز الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 للفئات الأكثر تعاملا مع الحالات القائمة بفيروس كورونا من أبطال الصفوف الأمامية، وتوجت مساعيه المشكورة بتوفير أكثر من 1,000,000 لقاح للفيروس لأبناء البحرين. الفريق الوطني بوجود الشخصية القيادية الفذة والمحنكة لسموه تسير بخطوات مدروسة نحو الاستقرار والتنفيذ الدقيق لتوجيهات جلالة الملك المفدى، فالنهج الذي أتبعه سمو ولي العهد رئيس الوزراء منذ بداية الأزمة العالمية شكل منهجا عالميا متقدما يدرس في إدارة الظروف الدقيقة والأزمات، وها هي البحرين تحصد ثمارها الطيبة بتعاون وتكاتف أبنائها من خلال نلتزم للبحرين.